فيما يتعلق في الجلسة القادمة. إن شاء الله هناك ترتيب لتكون جلسة فيها جلسة إن شاء الله يكون فيها إنتاجية جيدة، يعني بأن نمرر بعض القوانين اللي عليها شبه توافق وننتهي من بعض البنود اللي استغرقت وقت كثير. فإن شاء الله في شهر 3 الترتيب اللي ذكرته في السابق يأتي بثمارة وننتهي من مجموعة من القوانين.